بسم الله الرحمن الرحيم. نحن أهالي النجوع بحري قرية النواصر منطقة الجزيرة بمركز إسنا محافظة الأقصر، نعاني من ضعف التيار الكهربي، حيث أن التيار الكهربي في منطقتنا يصل إلى 130 فولت، مما يؤدي إلى ضعف الكهرباء وعدم تشغيل المراوح أو الأجهزة الكهربية، مما أدى إلى تلف معظم الأجهزة الكهربية في هذه المنطقة. وقد طالبنا شركة الكهرباء عدة مرات بزيادة الجهد عن طريق استخدام محول كهربي من عام سابق، ولكن لم نجد الاستجابة من أي مسؤول. وبعد محاولات وبعد فاكسات وعدة شكاوي إلى الجهات المسؤولة، عاينت شركة الكهرباء المنطقة وأحضرت محول كهربائي، ولكن للأسف الشديد رئيس الوحدة المحلية لم يوفر لنا مكان لوضع هذا المحول، رغم أن عرضنا عليه عدة أماكن في منطقة الري وفي منطقة الإسكان ومنطقة فارغة نهائيا، ولكن رفض رفضا باتا وتعند عدم وضع المحول. ولذلك نحن مستمرين في ضعف التيار الكهربي وإتلاف الأجهزة الكهربية بالمنطقة.